السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. إذا في قناة مسير التعلم قدموا لكم هذا الموضوع تاع التربية المدنية تاع الفصل الثاني، اختبار الفصل الثاني في التربية المدنية. أنا رايحة نقدم لكم الحل تاعو. السؤال الأول في السوجي قالوا لنا عرف حرية التعبير. إذا حرية التعبير قالوا لنا مظهر من مظاهر تجسيد الديمقراطية في الدول. عرف حرية التعبير. تعريف حرية التعبير هي حق الفرد في الإدلاء برأيه والتعبير عن أفكاره، سواء كان ذلك مباشرة أو بوسائل النشر المختلفة. معناتها الإنسان يعطي لنا الرأي تاعو والأفكار تاعو اللي راهو يخممهم، إما بطريقة مباشرة ولا بوسائل النشر المختلفة. قالوا لنا ما هي شروط حرية التعبير؟ كاين شروط مختلفة، طلبوا منا نذكروا 4 منها. احترام رأي الآخر، التقيد بالقوانين من أجل الحفاظ على الأمن والنظام العام. لا يجوز أن تؤدي عفوا حرية التعبير إلى الفتنة ولا التخاصم ولا العنف. احترام سمعة الآخرين. الوضعية الثانية، قالوا لنا بليك لقد حولت شبكات التواصل الاجتماعي العالم إلى قرية صغيرة يتعارف أهلها. قالوا لنا اذكر 3 أمثلة عن شبكات التواصل الاجتماعي. هذه حاجة سهلة، يعني كاع الناس يعرفوها. كاين يوتيوب، كاين فيسبوك، وكاين تويتر، كاين كذلك واحد اخرين سناب شات، انستغرام، كاين بزاف شبكات التواصل الاجتماعي. قالوا لنا ما هي الطرق الصحيحة التي يجب التعامل بها مع هذه الوسائل؟ إذا عدم متابعة المشاهد والصور المخلة بالحياء، يعني نعرفوا واش نروحوا نشوفوا في هذه الشبكات، ما نروحوش نشوفوا حاجات ماشي مناح. احترام الملكية الفكرية للغير، ما نروحوش نسرقوا أفكار تاع واحد اخرين وننسبوهم لينا، نقولوا بلي تاوعنا وهما ماشي تاوعنا. عندنا كذلك عدم التشييع بخصوصية الأفراد وأفكارهم، كذلك الخصوصية تاع الناس ما نروحوش ناخدوهم ونشيعوهم ونبداو نمدوهم الكامل الناس، هما خصوصيات خاصة بهم. إذا بالنسبة للجزء الثاني في الوضعية الإدماجية قالوا لنا قرأت أمك مقولة مفادها أن الدول الديمقراطية يسير الشعب فيها نفسه بنفسه عن طريق ممثليه في المجالس المنتخبة، فطلبت منك شرحا لذلك. السند الأول، يمثل المجلس المنتخب مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية. أما السند الثاني، تشكل المجالس المنتخبة من بين أعضائها لجان متخصصة تسهر على ترقية حياة المواطنين في مجال اختصاصها. التعليم اعتمادا على السندين وعلى مكتسباتك القبلية، اكتب فقرة من 10 أسطر تبين فيها مفهوم المجالس المنتخبة وكيفية تشكيلها واللجان المنتخبة عنها. إذا هاوليك الحل تاع الجزء الثاني تاعنا تاع الوضعية الإدماجية. المجالس المنتخبة هي هيئات يختارها الشعب لتسيير شؤونه ورعاية مصالحه على مستوى الوطن، وتدوم عضويتها 5 سنوات، وتختلف عدد أعضائها ما بين 35 و55 حسب عدد السكان. من بين المجالس المنتخبة لدينا المجلس الشعبي الولائي الذي يتكون من بين 55 و35 عضو، ومدة عضويته هي 5 سنوات، وينقسم إلى 3 لجان، وهي لجنة الاقتصاد والمالية، لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية، ولجنة التهيئة العمرانية والتعمير. ولدينا كذلك المجلس الشعبي الوطني الذي يمثل الهيئة التشريعية العليا في النظام الديمقراطي، يتكون من نواب يمثلون الشعب على المستوى الوطني، يتشكل عن طريق الاقتراع السنوي العام والمباشر. تدوم عضويته النواب فيه 5 سنوات، ويبلغ عددهم حاليا 462 نائب، ويتكون من لجان دائمة، ويعقد دورتين في السنة، دورة الخريف ودورة الربيع.
كما يمكن عقد دورة طارئة في الحالات الاستثنائية. إذا هذا هو الحل تاع هذا السوجي، يعني كل أستاذ وطريقة التلخيص تاعو، كل واحد كيفاش يلخص. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاعنا تاع اليوم، دعموني بالاشتراك في القناة وتضغطوا على زر جيم، ومع السلامة وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.